الاسم حسن محمود عبد اللطيف، سائق بهيئة النقل العام. كل اللي مطلوب الأول خالص نهاية خدمة بطلبها من الحكومة، ماليش دعوة المحافظ يجيبها من أي اتجاه، أنا ليا نهاية خدمة زي أي شركة. نهاية خدمة دي المطلوبة. انتوا بتطلبوا كام وبتاخدوا كام؟ احنا بنطالب ب 100 شهر، يعني احنا المطالبة ب 100 شهر. هو اصلا انتوا بتاخدوا كام؟ احنا بناخد خمس اشهر. احنا خارجين كانوا 3 اشهر من الوقفة، خلوها لخمس اشهر. فخمس اشهر على الاساسي مثلا في 400 جنيه يضربوا الكام؟ يبقى اصبح دلوقتي اللي بيطلع المعاش النهارده بيطلع منفض هدومه ملالين ويرجع لل 400 جنيه الاساسي بتاعه المعاش. فما ينفعش جدا خالص الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي اشرف احمد رفاعي، عامل بهيئه النقل العام تعيين 18/10/94. سيادتك انا مرتبي الاساسي 260 جنيه، معايا 4 اولاد، معايا امل واحمد وبسنت ومحمد. طبعا انا بطلب من المسؤولين ان هم يبصوا لي ان انا راجل بشتغل وبتعب، يبصوا لي ان انا اقدر اعلم اولادي واخليهم في مراكز كويسه. وان انا بشكر الشيخ طارق ان هو وقف معانا وساعدنا ان الناس تقدر تسمع صوتنا. بطلب ان وانا طالع الاقي حاجه اساعد بيها نفسي واساعد بيها اولادي، ما بقاش متسول بعد معاشي. على عبد الرحمن علي، سواق بهيئه النقل العام، موظف سواق في الهيئه من 96، الاساسي بتاعي 200 جنيه. طبعا احنا بنطالب لانضمامنا للوزاره، وزاره النقل والمواصلات، وبنطالب بنهايه الخدمه اللي هي 100 شهر، لان اي سواق او اي عامل في الهيئه بيطلع بيلقي 5 اشهر، كانوا 3 اشهر بقوا 5 اشهر، بعد كده بيقبض معاش بعد 30 سنه او 35 سنه او 40 سنه، بيقبض 400 420، من 400 لحد 500 جنيه. فال 500 جنيه ما بيعملوش حاجه بالنسبه لايه؟ للراجل اللي هو متقاعد على المعاش، فيبدا يرجع لزمايله في الافرع يشحت منهم عشان يقدر يعيش. فاحنا عاوزين مكافاه نهايه الخدمه تبقى 100 شهر عشان يطلع يلقي حاجه، يعمل اي مشروع، يصرف على بيته، يبقى الفرق بتاع المرتب، لان وهو شغال بياخد 1200 1300 بالحوافظ، فما بيلقيش. طبعا بيحصل معاه فرق جامد، فالمعاش ما بيكفوش نهائي. ليه وصلتوا للاضراب؟ تم الوصول للاضراب لعدم تنفيذ الحكومه مطالب النقل العام. ومطالب النقل العام تقتصر على مكافأة نهاية الخدمة ما تقرب من 100 شهر قابلة للتفاوض والانضمام لوزارة النقل بمميزاتها، ونحن بالأخص نتبع لوزارة النقل، ولكن لم يتم التنفيذ، فما زلنا نطالب بالانضمام لوزارة النقل ومكافأة نهاية الخدمة لكي يخرج الفرد بمعيشة طيبة للانتقال من سن المعاش إلى معيشة كريمة، لم يتأتى للآخرين ليصرفوا على أبنائه وأسرهم. قول لي قبل الإضراب عملتوا إيه؟ قبل نوصل للإضراب كان في ناس مختصة عندنا اللي هم عضو النقابة المستقلة، تفاوضوا مع الحكومة، تفاوضوا مع المحافظ، تفاوضوا مع رئيس الوزراء، كلهم يعني مش عايزين نقول يعني حلول تكاد تكون معتمة، مش فاهمين منهم حاجة. احنا المفروض بينهم مطلبين وبساط جدا في المنطقة، وهم حقنا اللي انضموا وزارة النقل، وعايزين ال 100 شهر، لأن عامل نهاية النقل العام من أهم العمال في مصر، ومع ذلك مرتباتهم معدومة. حضرتك لو جبت شيط الأب وشفت حوافزنا بكل اللي متقاضاه من نهاية النقل العام، ما تكفيش شاب عنده 20 سنة ياكل ويشرب بيهم بس عايش حاجة. انا حضرتك محصل محمد حسين محمود المنياوي، محصل بهيئة النقل العام، خدمتي اكتر 21 سنة، اساسية 291 جنيه، اساسي 291. انا من ضمن المطلوبين اللي هم كان اساسا عاملة بالاسوة بيوم وزارة الشريطة، ننضم لوزارة النقل، المطلب الثاني والاساسي، المطلب الثاني مقابل نهاية الخدمة، اسوة بزمايلنا في ايه؟ في اسكندريه وفي شرق الدلتا وغرب الدلتا. احنا المطلبين بتوعنا ننضم لوزاره النقل، والمطلب الثاني ان ايه؟ مكافاه نهايه الخدمه 100 شهر. وده حقنا اصلا، احنا علينا اضربنا في شهر واحد، قال لك اشتغلوا وننفذوا طلبات خدوا من حقكم، طلبات مشروعه ان احنا ننضم لوزاره النقل، وده اساسا مطلبنا من الاول. هو نقل ضم
وادي ابلي وشرق الدلتا وغرب الدلتا. احنا بنطلب بالمساواه، احنا اساسا نطلب زي ما ضمت وادي ابلي وغرب وشرق ضم هيئه النقل العام، لان ده المطلب الاساسي. وقلت له اشتغل مشوار واحد وما تعملش اضراب. علينا اضربنا واشتغلنا حتى يوم العصيان اشتغلنا، واشتغلت راحت جيت يوم راحت وكل هيئه النقل العام اشتغلت يوم العصيان المدني برضو على اساس ان احنا برضو مع الشغل، بس ادونا حقنا لان ده المطالب بتاعتنا انضم لوزاره النقل. والمطلب الثاني نهايه الخدمه، عايزين نطلع كده نلاقي نهايه مش خمس شهور ما يجيش 2000 جنيه. تعرف عبد الجواد احمد محمد ناظر بهيئه النقل العام. نقول لي حاجه لو اليوم عدى من غير اي استجابه من الحكومه او من اي مسؤول، يبقى احنا في نيه للتصعيد؟ لا، يبقى في نيه للتصعيد ان شاء الله. عن طريق الاضراب، وهنخرج ان شاء الله يوم الاربعاء بالعربيات بتاعتنا لمجلس الوزراء ومجلس الشعب عشان نصعد الامور عشان يستجيبوا لطلباتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سواء بهيئه النقل العام، اسمي نصر حسنين محمد حسنين، من طالب ومؤاخذه انا متعين في هيئه النقل العام، واخد بالك انت داخل على 25 سنه، والمرتب داخل الهيئه على اول تاسيسي 38 جنيه السواق، ومعايا رخصه درجه اولى. بنطالب بس ان احنا مؤاخذه اللي هيئه النقل العام تنضم الى وزاره النقل، واخد بالك انت، لحفاظ حقوقهم بعد طلوعهم على المعاش. وبنطالب بنتشعر وربنا يكرم الناس اللي هم واقفين معانا، خدت بالك انت، في الحق، لان عندنا ناس واولادنا في التعليم في عيال منهم اتفسدوا من قله مؤاخذه المرتبات الصحيحه، واللي هو المرتب اللي هو يعيش البني ادم، وعندنا ايجار وعندنا ميه وعندنا غاز طبيعي في البيت. وبعدين بنعون ان احنا اللي ناس مؤاخذه اللي بقى بنأثر في موضوع البيت، الست بتطلب الطلاق او الخلع. وشكرا يا ريس. يوم الثلاث ان شاء الله هيبقى في تعليق للاضراب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. لا، والثلاث مفيش اضراب. يوم الثلاث مفيش اضراب، لكن ان شاء الله الاضراب من الاربع ان شاء الله. ليه يوم الثلاث؟ انت عشان خاطر تشيع بابا شروده مصر كلها هتبقى على تشيع الجنازه، فاحنا ان شاء الله يوم الاربع هنا متعاونين مع المصريين في جنازه تشيع بابا شروده، لكن ان شاء الله يوم الاربع هتتعين ان شاء الله. مجلس الوزراء هتنضم هناك لتنفيذ مطالبنا، المطلبين الانضمام لوزاره النقل وال100 شهر نهايه الخدمه. يبقى الحصان مفتوح؟ الحصان مفتوح لحد ما ننفذ مطالبنا يوم الاربع، الاتجاه لمجلس الوزراء ومجلس الشعب. واحنا ضد اي خدعه مره ثانيه، احنا لو ننزل جلسه العمل الا بتنفيذ طلبات نهائيا، تربية عمليه مش نظريه زي اللي كان الاول بيوعدونا، وبعد كده ايه مفيش اي